في هذا الفيديو نعرض لكم أهم 10 فوائد لزيت كبد الحوت، ابقوا معنا. زيت كبد الحوت أو زيت كبد سمك القد هو زيت مستخلص من كبد سمك القد الأطلسي، عرف بخصائصه العلاجية المتعددة لاحتوائه على أحماض دهنية وفيتامينات هامة عديدة ومهمة جداً للأطفال والكبار، حيث تساعد على تغذية الدماغ وتقاوم الالتهابات وغيرها العديد من الفوائد. وكما عودناك يا عزيزي، رتبنا لك في قائمة اليوم أهم 10 فوائد لزيت كبد الحوت. وقبل أن نبدأ بعرضها عليك، لو كنت تشاهدنا للمرة الأولى فإنه يسعدنا انضمامك إلينا. اشترك الآن بالقناة وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. والآن هيا بنا. الوقاية من السرطان. زيت كبد الحوت غني بفيتامين د، بالتالي هو يلعب دوراً مهماً في عملية تنظيم نمو الخلايا والاتصال فيما بينها. وقد بيّنت الدراسات أهمية فيتامين د في الوقاية من تطور سرطان الثدي لدى السيدات، وتقليل تطور السرطان عن طريق إبطاء نمو وتطور الأوعية الدموية، وزيادة موت الخلايا السرطانية والحد من تكاثرها وانقسامها. الفائدة الثانية، خفض خطر الإصابة بالسكري. توجد علاقة عكسية بين تركيز فيتامين د في الجسم وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والأول، حيث بيّنت دراسة أن الرضع الذين تلقوا 2000 وحدة دولية يومياً من فيتامين د انخفض لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول من قبل سن 32 بنسبة 88%. بالإضافة إلى قدرة زيت كبد الحوت على المساعدة في التحكم بمستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين. الفائدة الثالثة، مقاومة التهاب المفاصل. من فوائد زيت كبد الحوت قدرته على التقليل من ألم تيبس المفاصل والتورم الناتج عن التهاب المفاصل. كما يمكن لزيت كبد الحوت مساعدة المصابين في هشاشة العظام لتقليل الألم والضرر الحاصل في الغضروف نتيجة لهشاشة العظام، وكذلك الحد من الحاجة إلى استبدال المفاصل. الفائدة الرابعة، الوقاية من الإصابة بالضمور البقعي. تبين أن أوميجا 3 يساهم في تعزيز صحة العين ومنع الإصابة بالضمور البقعي، وكذلك الأمر بالنسبة للكاروتينات التي يمكن أن تقلل من الضرر وتقلل خطر الإصابة بتحلل البقعة الصفراء. الفائدة الخامسة، الوقاية من أمراض القلب. أثبتت الدراسات فعالية أحماض أوميجا 3 التي يتم الحصول عليها من زيت كبد الحوت في الوقاية من مخاطر تصلب الشرايين ومضاعفاته. الفائدة السادسة، التئام تقرح المعدة. يساهم زيت كبد الحوت في تسريع التئام التقرحات في المعدة والتخفيف من التأثير المضاد لإفرازات المعدة وانخفاض الألم الناتج عن قرحة المعدة. الفائدة السابعة، تحسين وظائف المخ. أثبتت الدراسات وجود ترابط بين تناول المكملات المحتوية على زيت كبد الحوت كعلاج تكميلي للاكتئاب وانخفاض الإصابة بأعراض الاكتئاب، وذلك بفضل تناول كميات أكبر من أوميجا 3 وفيتامين د. الفائدة الثامنة، مهم لصحة الحامل. يرتبط نقص مستويات فيتامين د في جسم الحامل كما جاء ببعض الدراسات في زيادة خطر الإصابة بالأمراض التالية: سكري الحمل، التهاب المهبل الجرثومي، تسمم الحمل. لذا فتناول زيت كبد الحوت باعتدال قد يساهم في الوقاية من كل ما سبق. الفائدة التاسعة، تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. زيت كبد الحوت له دور كبير في تخفيض نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم نتيجة احتوائه على كميات عالية من أحماض أوميجا 3. الفائدة العاشرة،
التقليل من خطر ارتفاع البروتين في البول لدى مرضى السكرية. يساهم تناول زيت كبد الحوت في تقليل مستويات البروتين في البول لدى مرضى السرطان. والجدير بالذكر أن ارتفاع مستويات البروتين يشير إلى حدة وخطورة في أمراض الكلى. وعلى الرغم من ذلك، فإن مرضى السكري يجب عليهم الحذر عند استهلاك زيت كبد الحوت، إذ أن هناك قلق من أنه قد يسبب ارتفاعاً في مستويات سكر الدم، ولكن ذلك غير مؤكد بعد. تلك كانت قائمتنا اليوم لأكثر وأهم 10 فوائد لزيت كبد الحوت. إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات. انتظرونا الأسبوع القادم في فيديو جديد، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. في أمان الله.